شكرا معلقنا الكابتن وائل ابو العزم. اذا انتصفت المباراه وانتهت الفتره الثانيه بتقدم النادي الاهلي 45-31، وانتهت الفتره الاولى بتقدم النادي الاهلي 23-15. برجع لضيوف الاستوديو المنورني. كابتن طاهر، تعليق حضرتك على الفتره الاولى والثانيه. هو طبعا الفتره الاولى والثانيه من ماتش، اول ماتش في بدايه الدوري السوبر المصري، بيبقى فيه زي تقريبا يعني بتبقى جس نبض كده. قصدك يا جس نبض الى حد ما. وطبعا احنا بنحترم جدا طبعا فرقه الجيش فالتك ومعاها كابتن اشرف توفيق، يمكن من الناس اللي مرنوا الاهلي لمده طويله، فطبعا عارف طبيعه اللعيبه، وكان اخر واحد مسك برضك مع فرقه الاهلي من قبل 3 سنين او من قبل سنتين، فالى حد ما قاري الوضع. زائد ان فرقه الجيش تتمتع دلوقتي بناشئين، وانا زي ما انت شايف يمكن معظم ناشئينها من النادي الاهلي. صحيح، يعني في 8 من النادي الاهلي، كان في 5 في الملعب من النادي الاهلي، ومعظمهم من ناشئين كمان النادي الاهلي. صحيح، يعني في المعداوي وفي احمد سامي والقوصي والسلعاوي طبعا، وشريف الدياسطي طبعا. كل دول ولاد النادي الاهلي. ولاد النادي الاهلي. فبالتالي كان زي في جس نبض، بس برضك ما زال الفرق واضح بين خبره وتقل النادي الاهلي وفرقه الجيش، وده واضح في الفرق في السكور اللي موجود خلال الكوارترين. واعتقد ان الى حد ما يعني الاداء متحسن عن ماتش الجيش بتاع الماتش الاتحاد في السوبر، لان كان ماتش الاتحاد كان فيه دروب الى حد كبير. نعم. كابتن سلعاوي، اجل حضرتك يعني تعليقك الفني عن الفتره الاولى والثانيه، خاصه انها شهدت يعني ذبذبه في الاداء في كل الفرقتين الحقيقه، ولكن النادي الاهلي نجح انه يحسمها في النهايه 45-31. اتفضل كابتن سلعاوي. اعتقد انها مباراه من متوسطه المستوى. النادي الاهلي لديه لعيبه مميزين، عنده بنش قوي. نادي الجيش بيغيب عنه اللاعب الامريكاني المحترف عنده. معظم لاعبي نادي الجيش من النادي الاهلي. النادي الاهلي اعتقد حالته احسن من مباراه الاتحاد. ولتر وودج ظاهر بمظهر احسن من المباراه الماضيه. اللعيبه اعتقد يعني او مستر اوغستي ماشي الجيم بحيث انه يعني ما يتعبش حد وما والجيم يمشي سهل. والنادي وقت اعتقد اشرف توفيق لديه خبره عاليه جدا، وان هو معظم اللعيبه دي هو اللي كان سبب في مجيابها النادي الاهلي، وان اشرف توفيق بيلعب على ان هو يبقى يعمل عمليه شورت جيم او عمليه انه يخلي الجيم ما يفتحش خالص في الفرق النقاط. لكن ظهر تفوق النادي الاهلي جماعيا. يمكن يا كابتن سلعاوي عايز اكتر من ناشئ، يمكن نادي الجيش بيعاني من 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 نقطه ضعف فنيه قويه جدا، وهي وجود عمر طارق. عمر طارق الحقيقه نادي الجيش بيلعب تقريبا من غير خمسيه. يعني خمسيه صريحه زي عمر طارق كده ما عندهمش. يمكن ابتدت المباراه كان ماسكه شريف الدياسطي. فالحقيقه يعني مستر اجوستي بوش لو خدنا بالنا في اول المباراه كان كل كوره بتنزل على عمر طارق. هل ده مقصود؟ وازاي يقدر نادي الجيش يعني يتغلب على ده؟ او ازاي يقدر يعني من وجهه نظر الفنيه ازاي احنا نستغل ده؟ وازاي نادي الجيش يقدر يدافع؟ لا، احنا باين جدا ان احنا مستغلينها، ومستغلين عن طريق عمر الجندي وعمر طارق، وعن طريق ولتر ووج وعمر طارق. النقطه دي ممكن ايقافها عن طريق سويتشات او بس ما فيش الحجم يعني. عمر طارق اصل اقول ما شاء الله احنا عندنا خمسات، والنهارده غياب حاول الكابتن اشرف توفيق ينزل لعيب اللي اسمه خانكا. لكن اعتقد حلها الاساسي هو لعب زون ديفنس بس. برضه يا كابتن احنا عندنا الحمد لله موفقين يعني في 3 بونت النهارده. مهيب كويس. عندنا مؤمن جاب واحده اول ماتش، جايبين 6 بونت، ده اللي فاكرهم. ممكن يكون اكتر يعني، بس برضه هتبقى ازمه في الزون لو طلع الجيش لعب. كل مدرب بيجرب يعني، لازم نجرب علشان نقدر نوصل للحل. لكن نقدر نقول ان المباراه متوسطه المستوى في الشوط الاول والثاني. تذبذب مستوى بين العالي
والادنى، لكن في الاخر نقدر نقول ان النادي الاهلي ممشي المباراه زي ما هو عايز. كابتن طاهر، يمكن اجي لحضرتك، وحضرتك كنت يوم من الايام رئيس قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي. النهارده لما نلاقي في الفرقتين او في ارض الملعب 10، ممكن يبقى 10 لعيبه من قطاع الناشئين، يعني احنا بنتكلم حتى في النادي الاهلي عندنا عبد الله ناصر، عندنا مؤمن طارق خيري، عندنا كريم، عندنا مجموعه من ناشئي النادي الاهلي هنا، والناحيه الثانيه ايضا مجموعه كبيره من ناشئي النادي الاهلي. ده يدل على ايه يا كابتن طاهر؟ دليل ان في مدرسه في النادي الاهلي باستمرار بتخرج عدد من الناشئين الاكفاء اللي ما بيقدرش يستوعبهم النادي الاهلي. يمكن حصل حركه استيعاب كبيره لما كابتن اوجستي جه، بدليل ان هو باستمرار في ال 12 هتلاقي اربعه. صحيح. يعني اربعه مينيمم ثلاثه من ال 12 بتوع النادي الاهلي بيستوعبهم النادي الاهلي. يعني الكره دي يا كابتن طاهر اللي خدها لف بيها عمر طارق اللي فاتت دي كانت نموذج صريح للعب انسايد جيم على نادي طلائع الجيش، وكان فيها الحقيقه تفوقنا فيها في البدايه بشكل جيد جدا، ودي اللي ادت افضليه للمصوبين من الخارج ان يحصل كولابس من ديفنس نادي طلائع الجيش. ده طبعا اريحيه. ودي كوره مولتر هوج اهو، حتى اللي عامل له السكرينه كان عمر طارق، فالكل بيسقط على عمر طارق عشان يتجنب الباصه، فالحقيقه كانت الدنيا موفقه. طب كابتن، يعني يمكن النهارده شفنا ما فيش حد قعد في الملعب النهارده في النادي الاهلي اكتر من 7 8 دقائق، يعني ما افتكرش 6 دقائق كمان اكتر لاعب. يعني برضك اللي مشهور بيه اوجستي ان هو التغيير باستمرار ده حتى في الماتشات القويه، بس النهارده اسرع. يعني النهارده ما لاقي هاب امين كان اخر تغييره خرجت في الشوط الاول كان لعب 7 أو 8 دقائق، وبعد كده ما شاركش في الكوارتر الثاني عشان خد وقت زياده في الكوارتر الاول. فاحنا بنتكلم في روتيشن اسرع. روتيشن اسرع بوقت اقل. هل ده فكر جديد؟ كمان ان ايهاب امين جاي راجع من اصابه، فعشان كده ممكن يكون ده ايهاب امين بس اللي انطبق عليه الحاله دي، لكن بقيه اللعيبه كان التغيير بسريع، كل واحد 6 7 دقائق، بحيث ان يبقى يحصل للعيبه كلها تكيف في الجيم. يعني يا كابتن ده 6 7 دقائق ده ماكسيمم، يعني في لعيبه ما عادوش 4 5 دقائق. الهدف انا يعني هل شايف ده النهارده عشان مباراه متوسطه يمكن يعني، وان شاء الله يعني باذن الله يعني ان شاء الله النادي الاهلي يفوز فيها، فكان الروتيشن كوقت كديوريشن كوقت للعيب في الملعب اسرع بسبب بدون مقاطع كلامك سوري بسبب ان في غيابات اوريدي، فانت في ناس زي الناشئين او بقيه اللعيبه فبيدوهم فرص دلوقتي. نعم. على اساس ان هو يعوض الغيابات دي وفي ماتش هو يعني عنده يقين تام او تقريبا ان شاء الله هنكسبه، فطبعا بيبقى في عندك فرصه ان انت تغير. فهو بيجرب لان هو وقع برضك في مشكله الاصابات في ماتش الاتحاد. صحيح يا يعني كابتن. يعني سيف سمير اللي هو يمكن من اكثر الناس شايلين الاهلي خلال الثمان سنين ده من اعتقادي، وهو برضك من ناشئين النادي الاهلي، عدم وجوده في ماتش الاتحاد كان برضك مؤثر الى حد كبير. صحيح. عشان في انس اسامه هناك وفي بيبو، فاوريدي الموضوع يعني بيجرب. يعني عبد الله ناصر ابتدى بعد الاصابه يرجع لانه ثبت نفسه في ماتش 20 سنه في بطوله نهائي بطوله القاهره، فابتدى برضك يديله وقت. فعلى هذا الاساس ومؤمن طارق خيري ابتدى كمان، كريم حاتم ده بتاع 18 سنه. نعم. نعم. وبيديله فرص كبيره وفرص في اوقات مهمه وخلينا برضو نبارك لفريق السيدات النهارده. كابتن سلعاوي النهارده فاز على الطيران 91 47، النهارده كانت احد المباريات برضو في دوري السوبر. يمكن فريق السله سيدات يسير بخطى ثابته بعد حصوله على 3 يعني بطولات هذا الموسم. وخلينا اجي لك كابتن سلعاوي، يمكن الحقيقه النهارده يعني ماتش الجيش ده ماتش يعني على ملعبك، ماتش الجيش معهوش لاعب محترف او طلائع الجيش معهوش لاعب محترف، ولكن المباريات القادمه هيكون عندك اقوى طبعا لان هيكون في مشاركه اجانب، هيبقى في مشاركه فرق مستعده بشكل جيد. هي عايزه توصل يعني من يعني انا اؤيد كلامك، بس هو الحمد لله انك لما بتطلع اول بتاخد مباراه تدريجيه، ثامن سابع سادس خامس رابع ثالث لغايه ما توصل اخر مباراه تبقى مع الاتحاد السكندري، وبتبقى اخر مباراه بحيث انها تكون اخر. وفي حاجه حضرتك وضحتها لي في الفصل برضه كابتن سلعاوي، السابع والثامن كل الفرق عايزه تهرب من السابع والثامن. ليه يا كابتن؟ ليه؟ عشان النظام الجديد السابع هيلاعب التاسع والثامن هيلاعب العاشر على مين الاثنين اللي يدخلوا مع السته في الادوار الاقصائيه. في الادوار الاقصائيه. شايف ده عدل يا كابتن؟ اعتقد هي تشجيع. تشجيع يعني هي لو يعني بس اقول لحضرتك يعني وجهه نظري انا. لا ده عدل يا كابتن. ليه؟ لانه انت الفرقتين اللي خرجوا
فرقتين لا يقلوا ابدا عن الموجودين فوق. فانا بديك فرصه ثانيه ببونت بالظبط يعني او ابو مرتبط تؤكد ان انت تستحق تكون في 8 القمه او بالمرتبط او بالمرتبط تستحق يعني الخطوه دي طبعا طبعا خطوه عادله واعتقد ان شاء الله السنه دي هيبقى موسم كويس. الفرق كلها مستعده كويس، الاجانب على مستوى عالي، اتحاد مع اجنبي كويس جدا، الاهلي معاه والتر ووج، الزمالك جاب محترف قوي يقال، سموحه معاه لعيب تونسي، الاتصالات كل الفرق معاها محترفين على مستوى عالي. وخليني برضه اوضح يا كابتن انه للساده المشاهدين بس عشان نبقى النقطه اللي اشار اليها كابتن سلعاوي، انه الفرق احنا 16 فريق في الدوري المرتبط، 8 بيلعبوا دلوقتي في دوري السوبر، وفي 8 فرق بيلعبوا على الهبوط او بيلعبوا على الترتيب من التاسع لل 16. فكابتن سلعاوي مشكورا وضح انه السنه دي ان لجنه المسابقات واتحاد السله حددوا انه السابع والثامن من 8 الكبار هيلعبوا مع التاسع والعاشر، هيدوا فرصه ثانيه. ليه؟ لانه الاثنين اللي هيبقوا على قمه الدوري تحت من حقه يمكن هو خرج من الثمانيه الكبار فرق بونت، هو صرف واستثمر في فرقته، فمن حقه ياخد فرصه ثانيه انه يخش من الثمانيه الكبار. والحقيقه انا شايف ده فير اناف، فرصه ثانيه للجميع عشان كله ياكد رياضته. سبورتنج بيلعب تحت، فكل الدنيا لازم تاخد حقها وتاخد يعني فرصتها بحيث ان احنا نوصل في النهايه الى دوري قوي. طيب اعزائي المشاهدين خلاص لحظات وتنطلق المباراه، هنرجع تاني لصاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن وائل ابو العزم عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه كره السله الاهلي وطلائع الجيش في مستهل مشوار النادي الاهلي في دوري السوبر. فالى هناك.